أجمعين. باب معرفة علامات الإعراب. إعرابك علامات برشد وضع يباب يهي. باب كان باب معرفة علامات الإعراب وحكه الريون صوم مرني لباب باب مدول بتضواء الرموض أيوك هذا لي. باب كي هو روحها باب الكلام تضواء الرموض أيوك هذا لي. باب كي حين روحها باب الإعراب تضواء الرموض أيو أسنك هذا لي. صو شرحني وكصو بحني. إن لحفظينا وأملينا يا إن شاء الله. باب كني باب معرفة علامات الإعراب أولا وكان هو الشيخني نحو ذا وبابك أمهم سن بابك روحي أن فهم نحو ذا وقعد كان شكلا أن بابك روحي فهمانة إن شاء الله تعالى وأسهلنا نحو ذا سنة هذا يربع أنه أسهلنا تي إلهي وما هذا إسكاله باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب وحكاها ليا لبا أرمود أوكلية وسيلة جرومي جيوكلي. باب معرفة علامات الإعراب مطمئن كوثو دوري يأينو وقهض له لبا أرمود أوكلية ولبا دام حيث إعرابك على بوينك يا على بوينك ميلها أي قران لبا دام أرمود كلي وكهض ليا ولبا دي أجرومي جيوكهض ليا مد كتابك يا عمريتي باب معرفة علامات الإعراب شن أرمود أوكهض ليا باب كاسي شن أرمود أوكهض ليا شن تاسينا وحي أهيين إعرابك على بوينك ميلها أي قليان فعل إيه اسمك وحيابها أي معتل قلنا قضاء يكون جيران مذول با انت جارة إعراب لغو قدري إيه اللوينك اسمك صرفك كمن عيو اللوينك اسمك ما لا ينصرف كده صرفك كمن عيو وتركيب مسجباء وكمد يهي يكهد لي شمطة الرموض أيو بابك كهد لي عمريتي. أما كتابك إن سيدي أجرومي جيو كلا أيو أهد لي ووحو كهد لي باب معرفة علامات الإعراب لبا الرموض وكلية إعرابك على بوينك يا على بوينك ميلها أي قليان بس انت صورة بأينو كهد له الرميه كلا عمريتك وكهد لي وفعل محوك جر هذا اسم محوك جر هذا فعل ما خاجر إعراب لو قدر اسم ما خاجر إعراب لو قدر اللي ينكي صرف من أي محيين مدوى بابو كوكين دونا مدوى البقوني بأوغا هذا لي دونا انت جاري اعراب لك قدره اسم اللي قدره فعل اللي قدره هل باب وكو شيء قدره اللي انك صرفه من عيانا باب قوني وكو شيء قدره ومن ولا باب وقوري دونه سيلا بدا الريبوت كيو هل كيها هذا ليا والله بدي اجرمي انكو سومر ري اعرابك على موينك يا على موينك ماله اي قليين ومعربات اللي يري هذو اعرابك على موينك سوا ميخا مركز اللي يسكون دروا افر يطبن أفر أصوله يطمن فروعه أفر يطمن سيد عيكوت هينا وقرن إيسانه رفع أفر على ميلاده هاي نصبنا شن على ميلاده هاي سقال بإسلام نقضين خفضه سدح على ميلاده هاي كدر لبا يطمن وي جزمنا لبا على ميلاده هاي كدر لبا يطمن سيد عيكوت نقضين أفر يطمن سيد عيكوت نقضين أفر يطمن كاسي شن أي أفر أي أصله أفر أي أصله ورفعه دي لجو وضم أصله نصب هدي لجوجنا فتحة أصلة جر هدي لجوجنا كسرة أصلة جزم هدي لجوجنا سكونة أصلة أنت كلنا ووضع معي مواضع ده أي جليان ومعربات كله يقان معربات وسديد أوكلية سديد والله أي فعل تاي اللي إحنا اسم أي تاي سديد ده سام معربات اللي يري هذا يو إعراب خاص أي جليان أنت صورة بعض ما ديرو كمرو مركب واحد سمينين ما دام انت اجرومي كري اي تاي وحا او كهضل ايو مثال اذا ايو بضين ايا اي اذا قرآن ايو كير ايا اي وقت بضن كل من مين واوضينا دبضان كمرين وانا ضمين اينا باب كنن ان شاء الله تعالى باب معرفة علامات الاعراب باب كن لفظي سيد الله معنى ايو فهم باب ارتا هلا ندين شيغو مبتدئي خبران براني اجرومي عمري دي ما انكسوا براني لكن واحد نمبر أنين وكتاب كنا ونمبر دورا ترى إن شاء الله تعالى محيطه مبتداها إيه خبرك إن لا شيء قال لي قال ومبتدا لا شيء وخبرك إن الله راعيه مرة واحد يعي كره مبتديه اللي يسكت جويه خبرك كل اللي جوه شيءه أما خبرك كل اللي حدفه مبتديه كل اللي جوه شيءه أنت هو واحد عضه مرة برا ما هي مرة ويا رو مرة كاسي شروط بيلاها هي وأقعد دورنا
يعني مبتدا هي خبرك مد ولبا ان لحد في وي دعي كرت ان لا حد فينا اصل له والله شيغه مبتدا ان لحد في وي دعي كرت خبرك ان لحد فينا وا دعي كرت مثال انكو سيو نين هدو كو يراهدو من عندك من عندك يا كل جوغاوي ما حضري كرت زيد زيد تن اكو هذا شي محيته هو مبتدا خبرك يا حذفتي زيد عندي بوهان لها اما من قام انكو يري من قام يا استاغي زيد ناتر زيد قائم ما يشاطيه لها قائم في خبرك يا حذفتي وي هي مركا مبتدا هي خبرك mid kasto la garto wal iska xadfi kara musannifka ba keri dooraye danta aan kale ayaa waxay tahay baabu iyo faslun iyada marka aragto waa mubtada waa khabar mubtada ka xadfi yahay waa khabar mubtada ka xadfi yahay ama waa mubtada khabar ka xadfi yahay labada waa ka dhigi kart waxa ku banaann in aan khabar ka dhigto mubtadihiina xadfi yahay oo aad tiro hada baabu macrifata calaamada al-i'raab hada kani hada mubtada mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i باب روى خبرك يا رفع حسن هذا كان باب معرفة علامات الإعراب إعرابك على بوينك برشاد وضع يؤبابي هاي مبتدأ إلا قد نقنا ويسودومي كرت خبرك إلا قد فوحة سمرت ما نرك سفي عن أفهم دوننا كلي أوحا دوني باب إلا خبرت هاي ومبتدأ وكحت فيا هاي مبتدأها كحت فن هذا أوي هاي إنت إنا الفهمتان باب هذا كان باب معرفة علامات الإعراب إعرابك على بوينك برشاد وضع يؤباب يهي سيدا إنا أضب معنى سال الله ربا لما اسمي مركا إسوء إبا في سيهين مركا عاد معنيني كان أدن بعد معناها كباللابي قدال قدالة معنيني باب معرفة هذا يروح كباللابي الإعراب ذا الدنب علامات أيها تكون حجيني معرفة أيها تكون حجيني باب واد أدن بيسيني مركا معنيني هذا ليه ذهي باب معرفة علامات الإعراب إعرابك على بوينك برشاد رأي أبابي هاي وكا للرفع رفع وحاوصوا أربع علامات أفر علامة إليه هاي رفع الضمة الضماء إليه هاي وهي الضمة الأصل إذا أصل والواو واو إيه والألف ألف إيه والنون نون وإليه هاي وهي سد حدني نائبة وحي كالنائبيهين عن الضمة الضماء نائب كيهين فأما الضمة الضماء فتكون وحي هاتا علامة العلامة إيه للرفع رفع النقطة في أربعة مواضع أفر ميلون أي علامة النقطة في الاسم المفرد اسمي مفرد كها هل يرى هذا اسم مفرد باب كان هدي اللي تشوفه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الستة ما ليس مثنى وحان تثنياه ولا مجموعا جمعنا انهين ولا ملحقا بهما تثنية هي جمعنا ملحقا وهين ملحق بحال يرى هذا كتاب كنا نكمل دونا ملحق وحل يراهدو سي غورني بو شيغي دونا شروط ايدنا دبدان كمل دونا واي شيغي دونا ان شاء الله تعالى ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه بان دي جيرني كتاب كو وخصو سو ودا ولا من الاسماء السته اسماء الخمسه ومد كلا كو دري دونا سته اي نكون دونا اسماء ستنا اما هين واي هي في الاسم المفرد اسمي مفرد كا منصرفا مت سرفوم يكان اهيا او غير منصرف امام اذا سرفومين اهيا منصرف ما لا ينصرف مت ضرب هن نقضي مر هدو باب رفع جو ضم ام بالو ود رفعني نحو قال الله قال فعل ماض مبني على الفتحه لا محل له من الاعراب الله فاعل قال مرفوع به وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره لانه اسم مفرد واذ قال ابراهيم اذ الواو بحسب ما قبله إذ ظرف الزمان مبني على السكون في محل نصب إذ وظرف الزمان سكون يكون بنيسنته محل نصب يتعالى لبكو بجر وحن وضافنا وماشي ميال إذ ظرف الزمان مبني على السكون في محل نصب قال فعل الماضي مبني على فتحة لا محل له من الإعراب إبراهيم فاعل قال مرفوع بقال وعلامة رفعه ضمة الله في آخره لأنه اسم مفرد لا ينصرف واسم مفرد ما لا ينصرف على من ما يعجب من ما صرف كهو ذا من عنا يوان قامنا وإذ قالت وإذ قال موسى الواو بحسب ما قبله إذ ظرف الزمان مبني على السكون في محل النصب قال فعل ماض مبني على فتحة لا محل له من الإعراب موسى فاعل قال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره لأنه اسم مفرد غير منصرف واسم مفرد ما لا ينصرف صرف كهو ذا من عنا على من ما يعجب من ما وفي جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم على بضع أي نقطة منصرفا
تعبد كرسال منصرف كان هيا أو غير منصرف أمام ذا سفومين هيا نحو قال أصحاب موسى قال فعل ماضي مبني على فرحة أصحاب فاعل قال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير جمع صحب واي أصحاب مضاف موسى مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والعجمية ولا يغنى ملينيا ومساكن ترضونها ومساكن الواو حرف عطف مساكن معضوف على اسم كان كان هرى اسم يدك عطفية ووحي أهي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ذلك وحي عطفنت يقول إن كان آباء كان فعل ماضي آباء رفاعل كبؤها وحروا ذا اسم كانوا أها سمها مرفوعة ومساكن الواو حرف عطف مساكن معضوف على آباء والمعضوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير غير منصرف وجمع التكسير غير منصرفة والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع مساكن ومفاعل صيغة منتهى الجموع وعوابر النية ترضون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم وعلامة رفعه النون نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل هذا مفعول به يعني ترضون هذا أمج جيدنا هذا مساكن بنك لها لكن ترضونها لفتي ذا إعراب كذا تقانايو أفعل خمسة علامة رفع هذا النون تأيته ووضن فاعل أيته هذا مفعول به أيته ومن آياته الجواري من حرف جر ومن آيات الواو بحسب ما قبله من حرف جر جواري آياتي مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره آياتي مضاف الهاء مضاف إليه من يعلى الكسر في محل جر والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم من آياتي جار مجرور سوى خبر مقدم الجواري مبتدأ مؤخر مرفوع الابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره لأنه جمع التكسير المنصرف بلا ينصرف بؤهان لهاي وصيغة منتهى الجموع بؤهاي الأياقش أشى منصرف كالكتي وفي جمع المؤنث سالم جمع المؤنث سالم على بضع النقطة يوما وحي حمل لغو حنباري عليه جمع المؤنث سالم لغو حنباري وحن كسو تغي جمع التكسير محل يلا هذا ما غير بناء مفرده أما ما تغير بناء مفرده مفرد كيسا نسكي سواح اسم بدا شوي ولا يقانا وفي جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم على بعض يقول النقضاء وما حمل عليه وحل له حنباري جمع المؤنث السالم وحلي له ما جمع بألف وطاء مزيدتين ما جمع بألف وطاء مزيدتين ألف يتاء زائدة وحل وجمع يلي له وما حمل عليه يجمع المؤنث السالم وحل له حنباري وحل له حنباري مصنف كاكيني دونة وحجرة وحيا بس إذا جمع المؤنث السالم كان جمع المؤنث السالم أنا هين جمع معنى سالم أي الله لي شيء ملحق ويا جمع معنى سالم أي الله لي شيء قل الله سوما حمل عليه قوة أولا طبع كم ذا نحو إذا جاءك المؤمنات إذا ظرف الزمان إذا هو ظرف الزمان لبضوة إذا ظرف الزمان مبني على سكون في محل النصب جاء فعل الماضي مبني على فتحة لا محل له من الإعراب والكاف مفعول به مبني على فتحة في محل النصب المؤمنات فاعل جاء مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم وأولات الأحمال أجلهن إن يضعن حملهن أولات وأولات الواو بحسب ما قبله أولات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم مدهيس لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم بعض ليذه أولات جمع المؤنث السالم معه وملحق جمع مؤنث سالم أي الله ليشي سيجمع مؤنث سالم أي الله إعرابيا وملحق إنه يهي محنكم قراني وقاري دورنا إن شاء الله تعالى ملحق جمع مؤنث سالم أسي قاري لقبري دورنا إن شاء الله أولات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه ملحق بجمع المؤنث سالم أولات مضاف الأحمال مضاف إليه مبني أولات مضاف الأحمال مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير أجلهن أن يضعن أجل ومبتدأ هن مضاف إليه أن يضعن وجملة
مبتدأها ضبي خبر وتاي مبتدأها ضبي خبر كيس إيش وتن مبتدي هوري خبر وتاي وايس كعضاي وفي الفعل المضارع فعل مضارع على مضبي يقول نقني الذي فعل مضارع ولم يتصل أسلحي لسنين بآخره ماش ضبي الشيء وحوي أسلحي لسنين فعل مضارع آخر كوحمل جل حريرين مرك الله برفعنا يه ضم على ورفعنا أصلا فعل مضارع وان قامي لم يتصل بآخره شيء محد جدا وحد لم يتصل وإنه سنلحي لسنين بآخره فعل ما شاء الله بشيء وحلو وإنه سنلحي لسنين وحلو دي ديها محيه ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه عن الحركات إلى الحروف لبدا أرمود اللو دي ديها ما يجب وحواجبين أيه بناءه فعل مضارع إلا بناء وحواجبية وإنه سنجلي لبدا نون واي ونون التوكيد يا نون نسوة فعل مضارع وإنه ينجلي أو ينقل إعرابه أما وحي إعرابك سكرره عن الحركات حركة إلا إعرابه إلى الحروف حروف الربراء وإنه سنجلي يعني أفعال الخمسة وإنه سنقلين اللو تشيدة فعل مضارع مركو سن أفعال الخمسة أهين إسلام مركانا لبدي نون أي ينجلين وأن لبنين فعل مضارع على مرك الله رفعنا يضم على ورفعني لم يتصل بآخره شيء إلا بدا سلو تشيدة وحبينه سواجبيه ولا بدي نونة يوه إعرابك حرف كديه أو نون إن لغو رفعيه نون حذف كذا لغو نسبيه نون حذف كذا لغو جزبيه وح كديه وإنه سنجلنا أفعال خمسة وإنه سنغرنا وفي الفعل المضارع فعل مضارع على ما النقطة الذي فعل مضارع ولم يتصل وسنلحي لسنين بآخره ما شاء الله بشيء وحبه وسنلحي لسنين نحن نرفع درجات من نشاء نرفع فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضبط ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن نحن فاعل نرفع مبني على الضم في محل رفع درجات مفعول به لنرفعه منصوب علامة نسبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم من نشاء ولما نجارين من تعني نجارين النشاء وفعل مضارع على بترفع على ضمضة أي تاي أسنة فاعل كان ضمير مستتر وتقديره نحن وياي والله يدعو إلى دار السلام والله الواو بحسب ما قبله الله مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمضة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد يدعو فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره الشيء وأيه وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو هو مبني على الفتحة في محل رفع فاعل يدعو إلى دار سلام وجار مجرور تعلقه وأن قالنا وأيه وأما الوضع فتكون وحي هاتا علامة على من أي للرفع رفعه النقطة في موضعين لو ميل لما من المركة لرفعنا يا وو يا لغو رفعيا في جمع المذكر السالمي رقى جمع عيسي نبت قلي يا وما وحي حفلة لغو حنباري عليه جمع المذكر السالم لغو حنباري جمع المذكر السالم وانا قرناي ما حملة عليه بحجيدة واحد جرى وحيا بس إذا جمع المذكر السالم لا إعرابه ومركة لرفعنا يا وو لغو رفعنا يا مركة لنسبنا يا يا لغو نسبنا يا مركة لخفضنا يا يا لغو خفضنا يا لكن جمع المذكر السالم وفي عن آنهين أفر الرمود ويه وبرندونا إن شاء الله تعالى ويه في جمع المذكر السالم يوما وحي حمل الوحن باري عليه جمع المذكر السالم نحو يومئذ يفرح المؤمنون يوم ظرف الزمان منصوب على الظرفية وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره إذن ولما أن قارن حق أطول يوم كلي قبصو إذن تنقده يفرح فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء المؤمنون فاعل يفرح مرفوع به وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والنون عوض عن التنوين ولا يقان مؤمنون مركو مفردها مؤمنون نون دواقيس نون تيابناك الله صوت رجع مذكر سالم مركي قول نغضي إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب يكون فعل مضارع فعل الشرط لإن مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء
وهو من كان الناقص من تصرفاته كان الناقص كان ذي ناقص تصرفات كذي أيو كمدي هاي يرفع الاسم وينسب الخبر اسمه رفع يا خبر كلام ونسبية هي من حرف جر كم مبني على السكون في محل جر والجار والمجرور في محل نصب خبر مقدم ليكون يكون خبر كذي وصهر بروي عشرون اسم يكون مرفوع بيكون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم عشرون جمع المذكر السالم معها هو ملحق بجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم أيها الأهل الشيء صابرون نعت للعشرين ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم صابرون جمع المذكر السالم قبل لكن عشرون وملحق بجمع المذكر السالم وهذا كلام برندورنا إن شاء الله تعالى وهيك ليه وفي الأسماء أسمانا ما يقولون أسمانا على ما يقولون النقطة يعني اللواء الرموض يقولون الرفعين جمع مذكر سالم يدبوها يبن الحقيس كلا بعد نواه في الأسماء أسمانا الستة اللحدة الأسماء الخمسة صبرني شنتي اسمي أيو هل اسمي كدري دونا شن اللحو كدري دون وفي الأسماء أسمانا على ما يقولون النقطة أسمانا الستة اللحدة وهي أسمانا أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مالي أبوك أخوك حموك فوك ذو مالي شتى سنقاني هنوك أي قدري أبوك أبها وي وأخوك ورالك وي وحموك حمك غالبا وحلو استعماله ننك قرابة ديسة ننك قرابة ورالكي سئيو المأذيرها ديسة قرابة قرابة ننك أي حملي له ده مرك إسلام تمرك لو شيء وحلالي حموكي دماشيقة واي معنه واي هاي إسلام تقرابة إذا حمل ميرة هذا إسلام تقرابة إذا خم أياليرة هذا حمل ميرة هذا حموكي وانك قرابة ديسة إسلام تمرك لو شيء يا حمل وينها حموكي دماشيقة أوكل واي واي هاي وفوكي أفكاغة وهنوكي هن وحلاليرة هذا هن لفظ قاسي وحلو استعماله لبا الرماد إياه اللي سوء خلاف سينيه واحد كستوه إن لا شيء ولا جحشون أيه يهن ليه هذا وح الله وح لا جحشون أيه إن لا شيء هو يهن ليه هذا سدي سبع قلا ساسي رهدين قلا نوحي رهن مية فرجة لفتي سهن ليه هذا واحد كره هن ليه هذا فرجة هن ليه هذا لبا ما معنا بوا والله شيء قد قارن كمري دونا سوى سفي عنو عضينا إن شاء الله تعالى وهلوك وذو مال مالك كي أصاحبك نحو قال أبوهم قال فعل الماضي أبو فاعل قال مرفوع بقال وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة تباد لها خمسة والإسكالاتك لأنه من الأسماء الستة أبو مضاف هم مضاف إليه من على سكون في محل جر ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا قال أبوهم ليوسف وأخوه هل سواء يكون ذي جران لكن هل آية أسكباها قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف قولي واي ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وباللوغة سورة دبا ليوسف لم تكون جرتا لام الابتداء لي هذا ولي معنى قاري لام الابتداء كتابك فمري دونا إن شاء الله تعالى يوسف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد غير منصرف والآن له من الصرف العالمية والعجمية لكن مره رفعه وجوه ما لا ينصرف لماذا وحكى لي بميسو ضم على غرف عيني وأخوه ويمحل شيك الواو حرف عطف أخوه معضوف على يوسف والمعضوف على المرفوع المرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه اسم من الأسماء الستة أخوه مضاف الهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب خبر المبتدا ومرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره إلى حرف جر أبي مجرور بإلاء وعلامة جري الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الستة أبي مضاف ما مضاف إليه منه على سكون في محل جر جاء حموك جاء فعل ماض مبني على الفتحة حمو فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة كاف كان مضاف إليه واتغنى وهذا فوق هذا مبتدا مبني على سكون في محل رفع فو خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة كاف كان مضاف إليه وهنوك وقعت فيه وإنه لذو علم لما علمناه إن حرف النصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر والهاء اسمها مبني على الضم في محل النصب
لذو اللام لام الابتداء ولما أن جاري ذو خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة ذو مضاف علم مضاف إليه مجرون بالمضاف وعلامة يده كسرة ظاهرة في آخره وأما الألف ألفت فتكون وحي أهاتا علامة على مضعي للرفع رفع النقطة في المثنى مثنئي وما وحي حمل الوحن باري عليه مثنى الوحن باري ألفت هالموضوع بيك شباب رفع موضع سنة وحا ويان المثنى لماذا مقعي لسكون دارية تثنية ذاها إيوه ملحقيسة وحا جراء أسماء سنة مثنها الله إعراضه لكن المثنى هين ملحق بالمثنى اللي يرهدف أيونا وبرندونا إن شاء الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما وحي حمل عليه نحو قال رجلاني قال فعل الماضي مبني على الفتحة رجلاني فاعل قال مرفوع بقال وعلامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن حرف النصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر عدة اسم إن منصوب بإن وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد عدة مضاف الشهور مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير عند ظرف الزمان ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره عند مضاف الله مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد إثنى هو محل شاهدك إثنى خبر إن مرفوع بإن وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى إثنى مثنى معها ملحق بالمثنى محلو قرن ملحق إنه يتهي ومثنى أي نهي وبرندونا إن شاء الله تعالى عشرة ما أن قارن حق أطول إثنى ذو كجوجي فانفجرت من إثنى عشرة عينا إن عدة شهور عند الله إثنى عشرة شهرا تميزوي تمييز عدة منصوب بعدة وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره فانفجرت من اثنى عشرة عينا فانفجرت الفاء بحسب ما قبله انفجر فعل ماضي مبني على فتحة لا محل له من الإعراب وطاء أنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب من حرف جر الهاء مبني على الضم في محل جر اثنى فاعل انفجرت مرفوع بانفجار وعلامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى مثنى ملحق وياه مثنى في عن معها عشرة ما أن جاري حق أطول أين تمييز بأي منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره عشرة تمييز نية وأمن نون فتكون علامة وأمن نون نون فتكون وحيها علامة على مضى إيه للرفع رفع النقطة في الفعل المضارع فعل مضارع إذا اتصل وهدئ اللحن لسوي به فعل مضارع ضمير التثنية لما ضمير كود ألف واي نحو النجم والشجر يسجدان النجم مبتدون مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد والشجر أو حرف عطف الشجر معطوف على النجم والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد يسجدان وهي محل شاهدك يسجدان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة والألف فاعل مبني على سكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا أو ضمير جمع أما رقبا ضميرك ضمير جمع جمع المذكر رقا ضميرك سائل لحي رسده بركو لحي رسده وهو أي أجل نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أتبنون الهمزة للاستفهام ولما أن قال همزة حق أطول تبنون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النون نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل مبني على سكون في محل رفع بكل الباء حرف جر كل مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد كل مضاف ريع مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد آية مفعول به لتبنون تبنون مفعول به جدول منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره تعبثون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النور نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل على سكون في محل رفع وتتخذون الواو حرف عطف جملة جملة عطفية تتخذون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النور نيابة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل على سكون في محل رفع مصانع مفعول به لتتخذون
منصوب بالتتخذ وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير غير المنصرف جمع التكسير لا ينصرف واي والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمع مفاعل واي لعلكم لعل حرف النسب والترجيد تنسب الاسم وترفع الخبر كم اسمها مبني على سكون في محل نصب تخلو دون فعل المضارع المرفوع لتجبره من الناصب والجازم وعلامة رفع النون نيابة عن الضمن لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل مبني على سكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل تخلو دون جملة دوان في محل رفع خبر لعل أقول عند الملينية الذين يؤمنون بالغيب الذين ولم أن جاري حق أطول يؤمنون فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع النون نيابة عن الضمن لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل مبني على سكون في محل رفع بالغيب جار مجرور ويوكو عدي او ضمير المؤنثه اما هويلي ضمير كذا فعل مركو لا خيرسدو المخاطبه الى لا هدلي يا ابو ودا نحو قالوا اتعجبين من امر الله قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه لا محل له من العرب وهو فعل مبني على سكون في محل رفع تعجبين الهمزه للاستفهام حاجه يدق ما النجاري تعجبين فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النون نيابة عن الضمن لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل مبني على سكون في محل رفع من أمر الله من أو حرف الجر أمر أو مجرور بمن الله إنه مضاف إليه وأكو عباي هل كاوحا نقول لما هذه النسبة رفع على بوين كيدي أفر على ما إلا هيد سديد ميل بين كلاقلين أفر تاع على مرة وحي هايين ضمئي واو ألف ينون ضما أفر موضع أي شيء وأولا لما موضع أي شيء ليه وية نون هل موضع أي شيء واحد جاء أعرف هل موضع أي شيء خدمة وية نون هل موضع أي شيء سدد موضع أي كلام عليه وفو عضة حاجة أطول نسبة على بوين كذا شن وية شن تاسي سدد هذا الرفع على بوين كذا أي قالوا بيجيله هما مالك الواحد كم كذي سو سدد اللي رفعنا يي أو ضما اللي ورفع يي أو واو اللي ورفع يي ألف اللي ورفع يي نون اللي ورفع يي سدد يوم فتح لغو نسبين دونا أما عرف لغو نسبين دونا أما كسر لغو نسبين دونا أما ياء لغو نسبين دونا أما حذف النون لغو نسبين دونا انت سورة باين وكو شيخو وللنسب النسباء يوسو ناتي خمس علامات شن عرابة الفتحة فتحة أسوة وهي فتحة على الأصل إلى أصلة والألف ألف إيه والكسرة كسرة إيه والياء وياء إيه وحذف النون النون لحذف أسوة وهي أثر تنضم نائبة وحي نائب كيه على الفتحة فتحة نائب كيه فأما الفتحة فتحة فتقول وحيها علامة العلامة للنسب نسبة النقطة في ثلاثة مواضع سد حميلون في الاسم المفرد اسمه مفرد كاها منصرفا من سرفوما كان أهيا أو غير منصرف من سرفوما أهيا نحو اتقوا الله الواو بحسب ما قبله اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من العرب والواو فعل مبني على سكون في محل رفع الله منصوب على التعظيم اسمه الله مفعول به إلا يراهد والله حشوضة سببته أن مفعول به ما كان تعريفين يعني ما حنكو تعريفني واسم لا نسبنا فعل جنا وخذوا الله عيسومها هي إله ما فعل خذوا الله عمل الله كرا إذا طال جح شونا يو اسم مفعول به لكن إذا طال جح شونا يو حلس كير هذا منصوب على التعظيم وينين لو وينين يا لون نسبيا يا حلس كير هذا يعني مفعول به عسى أفك لجا إلى الله يا سلا أقرأ سلا درت هذا كتابك كواكبك مطلوب من كتابك شرح هي كواكبك ما يرى بدن أيها منصوب على التعظيم وأنها هي هجرا وين وحو أجيده اتقوا الله الله منصوب على التعظيم وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف ولما وهبنا له إسحاق ويعقوب ووهب وقهر بحسب ما قبله وهب فعل الماضي مبني على السكون لاتساله بضمير رفع متحرك لا محل له من العراق نافع المبني على السكون في محل رفع له الله حرف جر والهاء مبني على الضم في محل جر إسحاق مفعول به لوهب منصوب بوهب وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد غير منصرف واسم مفرد إسلام كان عن منصرف هين والمانع له من الصرف العالمية والعجمية عرب نمائي عجمي نمائي صرف يكون منعيي ويعقوب الواو حرف عطف يعقوب معطوف على إسحاق والمعطوف على منصوب منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد غير منصرف والمانع له من الصرف العجمية والعلمية لو رأس صرف هو ضمن عنهاي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة الواو بحسب ما قبله إذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب
وعد فعل الماضي المبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك لا محل له من الاعراف. نا فاعل وعد مبني على السكون في محل رفع. موسى مفعول به لوعد مفعول الاول ويولب لو مفعول وقاطع. وعدنا موسى 40 ليله تناكيد دمبه. موسى مفعول اول لوعد منصوب علامه نسبه فتحه مقدره على اخره لانه اسم مفرد غير منصرف والمانع له من الصرف العلميه والعجميه. أنبيانا مقعيدة إنت بضان على من مئي عجم النماء سنفق خوضة من عيها. وفي جمع التكسير جمع التكسير نفض حدي على بضع يقول لغة باب النسب المركز للجوب منصرف من سرفوما يكان أهيا أو غير منصرف من سرفوما ينين أهيا نحو وتجبال تحسبها جامدة. أرى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت. الجبال مفعول به منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير المنصرف وجمع التكسير ولم منصرفة فتحون كل نسب سيئي وترى الجبال. وعدكم الله مغانم كثيرة. وعد فعل الماضي المبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. كن مفعول أول لما مفعول وعد قاطع مفعول أول كوا مفعول أول مبني على سكون في محل النسب. الله فاعل وعد مرفوع بوعد وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مغانم مفعول ثان لوعد منصوب بوعد وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير غير المنصرف وجمع التكسير ما لا ينصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمع مفاعل وهي مغانم. وأنكحوا الأيام منكم الواو بحسب ما قبله. أنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. الأيام مفعول به لأنكحوا منصوب علامة نسبه فتحة مقدرة على آخره وياي. وفي الفعل المضارع فعل مضارعنا على من يقول نقطة فالحدي باو نصب مرك اللي تشوه إذا دخل مرك أوقلوا عليه فعل لا مضارع ناسمه وحنصبه ولم يتصل بآخره ما شاء الضمين أوسل نحي لسنين شيء وحبا نحو لن ينال الله لحومها ولا دياؤها. لن حرف نصب لن حرف نصب ونفي وقلب واختصاص بالمضارع ان شاء الله دبدان كمري دونا مركان امرينو ان شاء الله نواصل تفعل مضارع. لن حرف نصب ونفي وقلب واختصاص بالمضارع وحل وجد وافصل دونا. لن حرف نصب دوال دقاناي وانا حرف حبون نصبني مضارع نصبيا ونفي مضارع انا وانفني انت كلا مركان دبان ونقون دونا. ينال فعل مضارع منصوب بالله وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. الله مفعول به أما منصوب على التعظيم وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. لحوم فاعل ينال مرفوع بينال وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير. لحوم مضاف ها مضاف إليه من على سكون في محل جر. ولا الواو حرف عطف لا نافية ملغاة لا عمل لها. دماء معضوف على لحوم والمعضوف على المرفوع المرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير. دماء مضافها مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر. وأما الألف ألفتي فتكون وهي أهتا علامة على مضى للنصب نصب النقطة في الأصبع الستة أصبع اللحظة هي أي علامة النقطة. نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما النافية ملغاة لا عمل لها. كان فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب وهو الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. محمد اسم كان مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. أبا خبر كان منصوب بكان وعلامة نسبه فتح الألف نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. أبا مضاف أحد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. من رجالكم وجار مجرور مضاف إليه إلا سعدي. ونحفظ أخانا الواو بحسب ما قبله. نحفظ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن. أخا مفعول به لنحفظ منصوب بنحفظ وعلامة نسبه الألف نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. أخا مضاف ها مضاف إليه من أخا مضاف النام مضاف إليه من على السكون في محل جر. وتقول رأيت حماك وهناك يعني حماك وهناك قرآنكم مجرى سلاسو مثال عربي أوكينية
رأيت فعل وفاعل هدل فعل رأي مبني على السكون في محل مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب وطاء فاعل مبني على الضم في محل رفع حما مفعول به منصوب علامة نصبه على الألف نيابة عن الضم لأنه لمن أصبع الستة حما مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر وهناك الواو حرف عطف هنا معطوف على حما ولا معطوف على منصوب منصوب علامة نصبه على الألف نيابة عن الضم لأنه من أصبع الستة هنا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر أن كان ذا مال وبنين أن حرف النصب حق وطول كان فعل الماضي مبني على فتحة الله محل له من الإعراب وهو الناقص يرفع اسمه يرفع الاسم وينسب الخبر واسمه ضمير مستتر فيه تقديره هو ذا خبر كان منصوب بكان وعلامة النصب على الألف نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة ذا مضاف مال مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وأما الكسرة كسرة فتكون وحي هاتا علامة على بطئه للنصب مسموع النقطة في جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم هي علامة النقطة وما وحي حمل لوح باري عليه جمع مؤنث سالم لوح باري كسر له نسبية نحو خلق الله السماوات خلق فعل ماض الله فاعل خلق السماوات مفعول به منصوب علامة نسبية كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم إن كنا أولاة حمل إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على سكون لا محل له من الإعراب كن فعل ماض مبني على السكون كن فعل ماض فعل الشرط لإن مبني على السكون في محل جزم فعل شرط لإن وهي محل جزم هو فعل شرطه وهو ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر والنون اسمه كن نون تعسى اسمية نون لبنى اسكوش ذا مد فعل قاوتي من نواطن اسمه نون نسواء والنون اسمه كن مبني على الفتحة في محل الرفع أولاتي خبر كن منصوب بقوة علامة نسبة كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم ملحق وي أولاتي مضاف حمل مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره كسرة ظاهرة في آخره ومن ياوي هذا فتقول وحي هاتا علامة على مضعي للنسب نسبة النقطة في موضعين لضمين في المثنى مثنى هي وما وحي حمل لوحا باري عليه مثنى لوحا باري وبردنا إن شاء الله نعو ربنا واجعلنا مسلمين لك رب منادى حذف منه حرف النداء ومنادى حرف النداء اللي جحد فيه منادى مضاف منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد رب مضاف نام مضاف إليه منه على سكون في محل جر واجعل الواو بحسب ما قبله اجعل فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت ما مفعول أول لإجعل مبني على السكون في محل النصب مسلمين مفعول ثاني لإجعل منصوب بإجعل علامة النصب الياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الفتحة نجده نيابة عن الفتحة لأنه مثنى ونون عوض عن التويل في الاسم المفرد إذ أرسلنا إليهم مثنين إذ ظرف الزمان مبني على السكون في محل النصب أرسل فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب ما فاعل أرسل مبني على السكون في محل رفع إليهم إلى حرف الجر هم مبني على السكون في محل جر اثنين مفعول به لأرسل منصوب بأرسل وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى مثنى لها ليشي والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد إليه مثنين وفي جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يأذي على رب أي النقطاء وما وحي حمل لوح باري عليه جمع المذكر السالم لوح باري نحو ننجي المؤمنين ننجي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن المؤمنين مفعول به لننجي منصوب علامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم والنور عوض عن التنوين في الاسم المفرد وعدنا موسى 30 ليلة وعد فعل ماض مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب ما فاعل وعد مبني على سكون في محل رفع موسى مفعول أول لوعد منصوب بوعد وعلامة نسبه فتحة مقدرة على آخره 30 مفعول ثاني لواعد وعد مفعول ثاني جدي ومنصوب بواعد وعلامة النسب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم
جمع مذكر وسالم أيان لها ليشيي والنون عوض عن التويني في الاسم المفرد. ليلة تمييز للثلاثين منصوب علامة نسبية فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. وأما حذف النون النون تقول لحذف فيقول روح النقر علامة علامة أيو للنصب نصب النقضة في الأفعال أفعال التي أفعاش رفعها رفع تذا بثبات النون النون تسوي الدهداء يهي أفعال وخمسة الله نصبين أيو النون تحذف كذا لو نصبين وأنا قلنا نحو إلا أن تكون ملكين إلا حرف استثناء الحق إلي ملغاة الله عمل الله أن حرف النصب تكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة وهو الناقص يرفع الاسم وهو من كان الناقص كان ذي ناقص كهذا يكيم ومضارعه يرفع الاسم وينصبه كهذا اسمه رفعية خبر كون نسبية ولا ألف اسمه مبني على سكون في محل رفع ملكين خبر تكون منصوب بتكون وعلامة النسب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وأن تصوموا خير لكم أن حرف النصب تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل مبني على سكون في محل رفع خير خبر المبتدأ مبتدأها خبر كيسي خير هو خبر المبتدئ سأول ما أن نجاري ومرد وشيء دون إن شاء الله تعالى ولن تقومي لن حرف النصب تقومي فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل مبني على سكون في محل رفع هل كان وحي كنا ميي نسبة على بوين كيدي ففعل بوين كيدي وخصوا بحي أفر بيا هاي سيدين ميل بي قلين نسبة على بوين كيدي نشم بيا هاي سيدين دي ميل بيا يقول قلين لما دي بو خصوا بحي خفضي إيه جزماء يا نول لابن وكود دا اللي هل كاسل جوين عندما يرهب مركي هوري لكي واه وأدى اللي هل كاسل جوين حبين دبي أي أبار كان إيه بارك كان دبي فرد سوق هذا إلى وحسه لك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.